بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل في محاضرات حساب البيرنج كاباسيتي اوف سويل او حساب قدرة تحمل التربة تحت تأثير الشالو فاونديشنز او الاساسات السطحية. زي ما احنا عرفنا في مجموعة المحاضرات السابقة، عرفنا ازاي نقدر نحدد كيو التيميت وبالتالي الالاوبل نت بيرنج كاباسيتي اوف سويل في الحالات المختلفة، سواء الحمل كان حمل رأسي موجود في السي جي بتاع القاعدة، أو حمل رأسي وفي إكسنتريستي، أو حتى لو حمل مايل بزاوية معينة مع الرأسي، أو في حالة إذا كان في استراتيفايد سويل أو في تتابع طبقات. فهنستكمل النهاردة في حساب البيرنج كاباسيتي أوف فوتينج أو حساب قدرة تحمل القواعد أون سلوبس أو نير سلوبس اللي هي موجودة قريبة من الميول أو على ميول. مقصود بالكلام ده إيه؟ في بعض من الحالات بنضطر ان احنا ننفذ منشآت قريبة من الميول، ميول مثلا بتاع المجاري المائية اللي ممكن تبقى متواجدة عندنا، او ميول نتيجة فروق المناسيب او فرق المناسيب. بمعنى تعالى كده نتكلم، الشكل اللي احنا رسمينه هنا في الاول اهو، ده عبارة عن ستريب فوتينج او قاعدة شريطية عرضها بي. القاعدة الشريطية دي منفذة على هوريزونتال جراوند سيرفيس او سطح ارض افقي بالشكل ده كده. فطبعا لما بنزود احمال بيبتدي يتكون البلين اوف فيلير او مستوى الانهيار. الكتله دي اللي احنا مسمينها رقم واحد بتبتدي تتحرك مع الستريب فوتينج الاسفل، والكتله دي بتبتدي تتحرك كده حركه دورانيه، والكتله دي تتحرك لاعلى. ده شكل البلين اوف فيلير او مستوى الانهيار. وعرفنا من معادله البيرنج كاباسيتي في الحاله دي اللي هي ثلاث ترمات، ترم من السي وترم بتاع البي نود داش اللي هو في ان كيو، وترم بتاع البي او العرض بتاع الفوتينج. طب ده لو هوريزونتال جراوند سيرفيس. المشكله ايه؟ المشكله بتيجي لو نفس الستريب فوتينج اللي احنا رسمينها فوق دي كانت قريبه من ميل، يعني على بعد مسافه بي سمول. بي سمول هي المسافه من، خد بالك ما تلخبطش ما بين البي سمول والبي كابيتال. البي كابيتال هي عباره عن عرض الستريب فوتينج، البي سمول هي المسافه ما بين نهاية الستريب فوتينج وبداية الميل، وزاوية الميل دي هنسميها أو هنديها الرمز بيتا. لما بيكون الستريب فوتينج قريبة من ميل بالشكل ده كده، لو جيت ترسم مستوى الانهيار، الكتلة اللي موجودة تحت الستريب فوتينج اللي هي رقم واحد اللي احنا مدينها رمز واحد بروماني، هي نفسها ما تغيرتش. الجزء اللي بيتحرك حركة دورانية والجزء التاني اللي بالشكل ده كده. في الحالة دي نتيجة ان القاعدة قريبة من الميل، بتلاقي ان مستوى الانهيار غير كامل. يعني ايه؟ في فرق ما بين مستوى الانهيار اللي احنا رسمينه فوق ومستوى الانهيار اللي تحت. هنا مستوى الانهيار طوله، الطول بتاع مستوى الانهيار كده هنديله الرمز ال نوت. هتلاقي ان طول مستوى الانهيار هنا، طالما ان الميل ده قريب من القاعده، طول مستوى الانهيار في الحاله اللي احنا رسمينها تحت دي اقل اللي هو ال واحد. بالاضافه لكده قيمه الترم بتاع البي نوت داش وان كيو بتعتمد على وزن كتله التربه اللي بتقع فوق الفاونديشن ليفل. هنا الفاونديشن ليفل اللي هو المنسوب ده كده، كتله التربه اللي بتقع فوق الفاونديشن ليفل اللي احنا مديناها برمز اي نوت. لو جيت تشوف نفس الكتله هنا اللي بتقع فوق الفاونديشن ليفل، ادي الفاونديشن ليفل، الكتله دي هنسميها اي 1. نتيجه طبعا ان الميل ده قريب من القاعده، الاي 1 غالبا هيكون اقل من الاي نوت. يبقى اذا هنا التاثير نتيجة وجود ستريب فوتينج أو قاعدة شريطية قريبة من ميل طبيعي في الأرض بالشكل ده كده، إن في ناحية معينة بتلاقي إن اتجاه البلين أوف فيلير أو مستوى البلين أوف فيلير غير مكتمل. يعني الطول بتاعه اللي احنا سميناه L1 بيكون أقل من L0، كتلة السويل اللي بتقع فوق الفاونديشن ليفل اللي هي الـ A1 هنا أقل من الـ A0 اللي موجودة هنا. لكن طبعا كتلة التربة اللي تحت الفاونديشن أو اللي تحت الستريب فوتينج اللي هي اللي احنا مدينا رمز واحد بالروماني في الحالتين ما اختلفتش. طيب لو الستريب فوتينج دي كانت على الميل مباشرة، يعني معنى كده ان قيمة البي سمول او البي سمول دي بزيرو، يعني فضلت تقل لغاية ما وصلت للزيرو. تعال نرسمها تحت، يعني الشكل اللي احنا رسمينه رقم ايه ده، ده ستريب فوتينج on horizontal ground surface اللي هو العالي خالص. الشكل اللي هنا ده ستريب فوتينج نير اسلوب، قريب من الميل. زي ما بقول ممكن الستريب فوتينج تبقى على الميل مباشره، يعني البي سمول دي تبقى في زيرو. هذا الشكل اللي احنا رسمينه تحت،
اللي هي البي سمول بتساوي 0 ده ستريب فوتينج اون اسلوب على الميل مباشرة بالشكل ده كده. لما بترسم البلين اوف فيلير نفس الكلام هتلاقي الطول بتاعنا هو ال1 اللي احنا رسمينه ده المساحة اللي احنا مسمينها A1 هي المساحة دي. بس خد بالك من حاجة بالنسبة للفاونديشن ديبس او عمق التأسيس، احنا قايلين ان الفاونديشن ديبس هي المسافة من الجراوند سيرفيس لغاية الفاونديشن ليفل، ده في حالة الهوريزونتال جراوند ليفل ما فيهاش مشكلة. في حالة اذا كان الستريب فوتينج دي او القاعدة الشريطية قريبة من الميل برضو دي اف ما فيهاش مشكلة، هي المسافة من الجراوند سيرفيس لغاية الفاونديشن ليفل، سواء انت بتقيسها من اليمين او من الشمال هتديك نفس القيمة، هي الفاونديشن ديبس اللي موجودة عندنا. لكن في حالة وجود الستريب فوتينج على الميل مباشرة، يعني سطح الارض مايل بالشكل ده كده، في الحالة دي لو انت جيت تشوف المسافة من الجراوند سيرفيس لغاية الفاونديشن ليفل على اليمين هتلاقي مسافة بقيمة معينة، لو جيت تشوف اللي على الشمال هنا هتلاقي المسافة الدي اف من الجراوند سيرفيس لغاية ايه الفاونديشن ليفل. طب انهي واحدة؟ طبعا بنشتغل على الاقل من الاثنين، لان القيمة الاقل اللي هي الدي اف اليمين او الشمال هي اللي عندها بيكون البلين اوف فيلير، لان هنا سطح الارض بيعلى بالشكل ده كده، فطبعا هيحصل البلين اوف فيلير في الناحية اللي فيها منسوب سطح الارض اوطى الاول، دي اللي هيكون فيها البلين اوف فيلير قبل الناحية التانية. فعشان كده الدي اف بناخدها في حالة اذا كان الستريب فوتينج على الميل مباشرة هو المسافة المينيمم ما بين الجراوند ليفل لغاية الفاونديشن ليفل، الناحية التانية هتبقى مسافة اكبر، ف المسافة الأقل هي الدي اف اللي هي موجودة هنا دي، يبقى ده قيمة الدي اف. طب نرجع تاني للموضوع بتاعنا، احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول عايزين نحسب بيرين كاباستي بتاع فوتينج او اواعد ستريب فوتينج او اي اواعد عموما قريبة من الميل، يعني قريبة من ميل كده في الارض او على الميل مباشرة. هنتكلم الاول على حالة ستريب فوتينج نير اور اون سلوبس، قاعدة شريطية بعرض بي وممتدة. الستريب فوتينج زي ما قلنا بيفرق في حاجتين، الحاجة الأولانية في طول البلين اوف فيلير، والحقيقة طول البلين اوف فيلير ده هو اللي على أساسه بنحدد قيمة NC. NC لو أنت تتذكر كان عندنا ثلاث معاملات للبرين كاباستي في حالة هوريزونتال جراوند سيرفيس، NC و NQ و N جاما. البلين اوف فيلير في الحالة اللي فيها سطح أرض أفقي طوله L نوت، هنا البلين اوف فيلير طوله L سميناه L1. ال NC بيقل بنسبة L1 على L نوت، عشان كده في معاملين بنسميهم بقى NC داش و NQ داش. NC داش هو ال NC اللي احنا بنجيبه من الجداول اللي هي في حالة سطح أرض أفقي مضروب في نسبة L1 على L نوت. طبعا نتيجة ان الفوتينج قريبة من الميل اكيد ال L1 اقل من ال L نوت، يعني L1 على L نوت ده يعتبر معامل تصغير، يعني ال NC داش اكيد اقل من مين؟ من ال NC. تمام، ونفس الكلام هنا ال L1 هي المسافة دي اللي هي لو في حالة اذا كان الستريب فوتينج على الميل مباشرة. طيب المعامل التاني اللي هو ال NQ، ال NQ بيعتمد على حسب كتلة التربة او مساحة التربة اللي بتقع هنا فوق البلين اوف فيلير، فكتلة التربة اللي بتقع فوق البلين اوف فيلير هنا مسمينها A نوت، هنا مسمينها A1، وهي نفس المساحة هنا اللي بنسميها A1، لأن دي حالة ودي حالة تانية، يا إما يكون عندنا الحالة دي يا إما الحالة دي اللي موجودة. قيمة الـ NQ داش هي NQ اللي احنا جبناها من الجدول في الأول خالص على حسب قيمة فاي مضروب في المساحة A1 على A نوت. وزي ما قلنا طالما إن الميل قريب من القاعدة هتلاقي نسبة A1 على A نوت دي أقل من واحد، يعني ده هو كمان معامل تصغير. يعني خلاصت الكلام ده إيه؟ طالما ان فيه ميل قريب من قاعدة او ان القاعدة بتقع على الميل مباشرة لأي ظروف، معنى كده ان الـ NC داش اكيد اقل من الـ NC والـ NQ داش اكيد اقل من الـ NQ. يعني معنى الكلام ده ايه؟ طالما الـ NC داش اقل من الـ NC والـ NQ داش اقل من الـ NQ، يبقى البرنكة بس اللي انت هتحسبه اكيد اقل طالما ان القاعدة قريبة من ميل او على الميل مباشرة. طب بالنسبة لقيمة الـ N جاما، الـ N جاما بتعتمد على كتلة التربة اللي بتقع تحت الفوتينج مباشرة اللي احنا بديناها رمز واحد بالروماني. هتلاقي كتلة التربة اللي بتقع تحت القاعدة مباشرة هنا هي نفس كتلة التربة اللي بتقع تحت القاعدة مباشرة هنا، هي نفس كتلة التربة هنا، دي غير متأثرة بوجود الميل أو عدمه. عشان كده قيمة الـ N جاما داش هي الـ N جاما، يعني الـ N جاما ما بتختلفش. يبقى خلاص الكلام ده.
لو عندك ستريب فوتينج قريبه من الميل او على الميل، تاخد بالك ان ال NC داش هتبقى اكيد اقل من ال NC وال NQ داش اكيد اقل من ال NQ. طيب واحد هيسال، هل في كل حاله محتاج ان انا ارسم البلين اوف فيلير ده والبلين اوف فيلير ده عشان اجيب نسبه ال واحد على ال نوت؟ لا. في جداول على اساسها هنحسب قيمه NC داش وال NQ داش، بس طبعا عشان نقدر نحسب ال NC داش وال NQ داش هنبقى محتاجين شويه بارامترز. زي ايه؟ عرض الفوتينج اللي هو البي كابيتال، ده عرض الفوتينج. المسافة الأفقية اللي هي البي سمول، قيمة الدي اف أو عمق الاختراق اللي موجود عندنا، بالإضافة لكده زاوية الميل اللي هي الزاوية بيتا اللي موجودة لازم نكون عارفينها. يعني معادلة البيرنج كاباستي في حالة وجود الميل هي نفس المعادلة بس مع تغيير ان سي داش وان كيو داش، ولان جاما ما بتختلفش فما سمناش حاجة بقى اسمها ان جاما داش، سمناها ان جاما وخلاص. قلنا الان سي داش والان كيو داش هتحددهم من جداول بمعلومية زاوية الاحتكاك الداخلي بتاع التربة اللي هي فاي، بيتا زاوية الميل على حسب نسبة دي اف على بي، دي اف اللي هو الفاونديشن دبس وبي اللي هي الويتس اوف فوتينج، وعلى حسب نسبة البي سمول على البي كابيتال. البي سمول هي المسافة من نهاية الفوتينج لبداية الميل اللي هي المسافة البي سمول. لو الفوتينج على الميل مباشرة هتبقى البي سمول بكام؟ بزيرو. طيب يبقى خلاص الكلام ده، ما دام عندك ستريب فوتينج موجود على ميل يبقى تاخد بالك هتجيب قيمتين ان سي داش وان كيو داش وهتحسب بيهم البيرنج كاباستي. بس لازم يكون في دماغك كده ثابت ان البيرنج كاباستي في الحاله دي بيقل، وكل ما البي سمول دي هتقل كل ما ايه البيرنج كاباستي هو كمان هيقل، وكل ما زاويه الميل اللي هي الزاويه بيتا دي هتختلف برضو البيرنج كاباستي هيختلف. تمام. طب ده البيرنج كاباستي اذا كان عندنا ايه، اذا كان عندنا ستريب فوتينج قريبه من ميل او على ميل. قلنا ال ان سي داش وال ان كيو داش هجيبهم من جداول، ال ان جاما هنجيب ال ان جاما العاديه اللي هي من الجدول الاولاني خالص، وهنتكلم على جداول بعد شويه عشان نشوف ازاي بنستخدمها. طيب الكلام ده لو ستريب فوتينج قريب من ميل او على ميل. طب لو عندنا بقى فاينايت فوتينج، فاينايت فوتينج مقصود بيها ايه؟ ان هي قاعده بابعاد محدده. اصل الستريب بنقول عليها احيانا انفاينايت، ان الطول بتاعها طول ممتد، لها عرض محدد وطول ممتد كبير. طب لو كان عندنا ريكتانجولار فوتينج او سكوير فوتينج، قاعده مستطيله، سكوير فوتينج قاعده مربعه، سيركولار فوتينج قاعده دائريه موجوده قريبه من الميل او على الميل، عشان نقدر نحسب البرينج كاباستي لقاعده بابعاد محدده سواء مستطيل مربع دائري شكلها دائري وموجودة قريبة من الميل أو على الميل هنستخدم المعادلة دي. إيه المعادلة دي بنقول ليه؟ بنقول فيها Q ultimate for strip footing مقسومة على Q ultimate for a finite footing للقاعدة المحددة اللي موجودة عندك سواء دائرية سواء مربعة سواء مستطيلة، بتساوي Q ultimate for strip footing على Q ultimate for finite footing. القوس الأولاني ده أو الترم الأولاني ده كله خاص بإن سلوب اللي موجود على الميل، والقوس الثاني أو الترم الثاني ده في حالة إذا كان on horizontal ground level. يعني معنى الكلام ده إيه؟ المعادلة دي ركز معايا كده إزاي استخدمها. إحنا قلنا فيها Q ultimate for strip footing على بالنسبة للstrip footing على Q ultimate for finite footing. الكلام ده لما تكون قريبة على الميل أو على الميل مباشرة بتساوي نفس النسبة بالنسبة إذا كان سطح الأرض أفقي. طيب نرجع لكلامنا، لو عندي قاعدة مستطيلة مربعة دائرية على الميل او قريبه من الميل وعايز احسب كيو التيميت بتاعتها، يعني معنى كده ان القيمه اللي انا عايز احددها هي القيمه اللي موجوده في المقام بتاع القوس الاولاني اللي هي كيو التيميت فور ا فاينايت فوتينج اون ا سلوب، ودي اللي احنا عايزين نحددها او المجهول اللي هو موجود في المقام ده. طب عشان تحسب القيمه دي من المعادله اللي احنا كاتبينها محتاجين ثلاث قيم. ايه الثلاث قيم؟ الثلاث قيم دول اول حاجه كيو التيميت فور ستريب فوتينج، يعني انت هتعتبر الاول كأن عندك ستريب فوتينج عرضها بيساوي عرض القاعدة اللي موجودة او القطر بتاع القاعدة، وموجودة ايه؟ موجودة on horizontal ground level على سطح ارض افقي. يعني مرة هتاخد ستريب فوتينج عرضها هو نفس عرض القاعدة اللي موجودة عندك وسطح ارض افقي، دي تقدر تحسب لها كيو ultimate عادي خالص بالمعادلة الاولانية اللي احنا قايلين عليها. مرة تانية كيو ultimate for a finite footing للقاعدة اللي موجودة عندك وسطح الارض هو كمان افقي. طب واحد هيقول ايه الفرق ما بين اللي في الموجود في البسط هنا والمقام؟ اللي موجود في البسط والمقام ستريب فوتينج كان نسبه بي على ال بكام؟ بي على ال
كانت بتبقى اقرب ما تكون للزيرو، كانت بتبقى صغيره جدا، فالشيب فاكتور بقيم معين. اما هنا هتبقى بي على ال بقيم ثانيه، فالشيب فاكتور مختلف، فدي هتطلع بقيمه ودي بقيمه، تمام. بس القيمتين دول الاثنين كانوا في حاله اذا كان سطح ارض ايه افقي بقيمه الدي اف اللي موجوده عندي، تمام. نيجي بقى للقيمه اللي موجوده في البسط، كيو التيميت فور ستريب فوتينج لنفس القاعده الشريطيه، قاعده شريطيه عرضها هو نفس العرض بتاع القاعده اللي موجوده عندي، بس يون اسلوب دي هتستخدم لها ايه؟ هتستخدم لها ان سي داش وان كيو داش اللي احنا كنا بنقول عليها دول هنا، من الجداول تجيب ان سي داش وان كيو داش والان جاما من الجدول الاولاني، تقدر تحسب كيو التيميت فور ستريب فوتينج. يبقى احنا كده حسبنا ثلاث قيم، القيمه اللي موجوده في البسط هنا والقيمتين البسط والمقام. يبقى المجهول الوحيد هو القيمه دي، اقدر احسب كيو التيميت فور فاينايت فوتينج اون اسلوب من المعادله اللي احنا كاتبينها قدامنا دي. طيب تمام كده قدرنا نحسب كيو التيميت سواء ستريب فوتينج او فاينايت سلوب لو قريب من ميل او على ميل. اخر جزئيه عايزين نتكلم عليها في موضوع البيرنج كاباسيتي او قدره تحمل التربه، ان احنا كده حسبنا قدره تحمل التربه وبالتالي حسبنا الالاول من خصائص التربه من السي والفاي ومن الشيب فاكتور وهكذا. في بعض تجارب ممكن بنستخدمها عشان نعمل تشيك على البيرنج كاباسيتي اوف سويل في الموقع، تجارب موقعيه، عشان كده حاجه بنسميها فيلد بليت لودنج تيست، تجارب التحميل اللوحي الموقعيه في الموقع. البليت لودنج تيست دي عباره عن تجربه موقعيه بنقدر نستخدمها لتحديد الالاو بالبيرنج كاباسيتي اوف سويل، الالاو بالبيرنج كاباسيتي اوف سويل في الموقع عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا بنستخدم بليت سيركولار بليتس، غالبا مجموعه من البليتس بتبقى دائريه، الديامتر بيتراوح من 30 ل 60 سنتي، 30 ل 60 سنتي بنستخدمها في التجربه. طيب خطوات التجربه دي ازاي وازاي احدد كيو الاوبل في الموقع من التجربه الموقعيه دي؟ الخطوات كالاتي: اول حاجه بنيجي نحفر حفره كده، هذا سطح الارض اللي موجود عندي، هحفر حفره اللي انا هعمل فيها التجربه. الحفره دي بانهي عمق؟ بنفس عمق التاسيس اللي موجود عندي، يعني لو هحط القواعد على عمق مثلا متر ونص، يبقى هحفر الحفره دي بعمق متر ونص، جاي منين؟ اللي هو نفس عمق التاسيس اللي انا هستخدمه في القواعد. والعرض بتاعها كده على الاقل يكون 4 امثال قطر البليت اللي انا هستخدمه، بمعنى لو البليت اللي انا هستخدمه قطره 60 سنتي، يبقى الحفره دي العرض بتاعها او القطر بتاعها ما يقلش عن 0.6 في 4 يبقى 2.40 متر، والعمق بتاعها هو نفس عمق التاسيس اللي موجود عندي. عشان كده بنقول اول خطوه اهو اكسكافيت ا سويل بيت، حفره من السويل ببعد او بعرض لا يقل عن 4 امثال قطر البليت اللي هو 4 بي، وان البوتوم بتاعها موجود فين؟ ات فاونديشن ليفل، تمام. في بعض من الاحيان ممكن تحفر الحفره دي تلاقيك انك بعيد عن الميه، خلاص مفيش مشكله هتعمل التجربه هنا. احيانا نيجي نحفر الحفره دي كده لغايه منسوب التاسيس نلاقي منسوب الميه اعلى، لو منسوب الميه اعلى ده الخطوه الثانيه اهو بنقول if the groundwater table is above foundation level، اذا كان منسوب الميه اعلى من الفاونديشن ليفل هنا هتعمل التجربه ازاي؟ لازم الاول تخفض الميه او تسحب الميه اللي موجوده، بامب اوت، نسحب الميه the water and keep it at foundation level عشان تقدر تحط البليت وتقدر تنزل تحت وتقيس بعدادات وهكذا. طيب تمام، يبقى احنا اتفقنا دلوقتي في البليت لودنج تيست هنحفر حفره بالشكل ده كده، الحفره العرض بتاعها على الاقل 4 امثال قطر البليت، العمق بتاعها هو نفس عمق التاسيس اللي موجود عندي. لو حفرنا الحفره دي ولقينا منسوب الميه اعلى من الفاونديشن ليفل هنسحب الميه لغايه ما نوصل ان الميه تكون اعمق من الفاونديشن ليفل، وبعدين هنحط البليتس دي، البليت مثلا بقطره وليكن 60 سنتي. بعد ما حطيت البليت، طبعا قبل ما تحط البليت ممكن يبقى سطح الارض او قاع الحفر ده مش افقي، بنقول soil at the test pit اللي هي التربه عند التست بيت عند الفاونديشن ليفل المفروض ان احنا بنسويها وان التست بليت شود بي سيتد اوفر ذا سويل، ان احنا ممكن نستخدم تربه رمليه كده حبيباتها الى حد ما ناعمه عشان اساوي بيها السطح عشان اضمن ان مستوى التحميل بتاعي مستوى افقي، تمام. A small sitting load of about 0.07 kilogram per centimeter square، حمل كده صغير بنأثر بيه على البليت عشان نضمن ان هي مرتكز على التربه، وبعدين نرفع الحمل ده، يعني حاجه ايه، بنضمن بس
ان البليت كله مرتكز على السويل اسفله. يعني احنا بعد ما حفرنا الحفره دي بالابعاد اللي قلنا عليها بنجيب شويه تربه رمليه ناعمه ونسوي بيها السطح ونحط البليت ونأثر بحمل خفيف وبعدين نشيل الحمل ده خالص. وبعدين بعد كده المفروض ان انا عندي جاك اهو، ده الجاك اللي احنا هنأثر بيه الحمل، وبنقيس الهبوط عن طريق دايل جيج، عن طريق دايل جيج اللي هي بنقيس بيها الهبوط. طبعا الحمل هنجيبه منين؟ يا اما بنعمل انكور بايلز، يعني عباره عن حاجه شدادات كده ونوصلها بالاكشن بيم عشان لما نشغل الجاك دي يبقى في حمل بيأثر على البليت، لما الجاك دي ترتفع لاعلى يبقى نمنع حركتها عن طريق الرياكشن بيم، يبقى بتأثر على البليت باللود اللي موجود. او في بعض من الاحيان مش شرط، لان طبعا بيكون مكلف الانكور بايلز، ممكن احنا نحط اوزان فوق الرياكشن بيم بحيث لما الجاك دي تشتغل الاوزان تبتدي تأثر على البليت مباشرة. طيب تمام اهو، بنزود بقى الحمل تدريجيا على البليت ونقيس الهبوط المناظر. A load is gradually increased on the plate and the corresponding settlement are recorded by using dial gauge. وبنزود الحمل تدريجيا مع يعني لغاية بقى الحمل المفروض ان احنا بنأثر بيه على خمس ايه مراحل من التست لود. يعني انت لو عايز توصل مثلا لإجهاد اختبار وليكن 4 كيلوغرام على سنتيمتر مربع، يبقى 4 كيلوغرام دي هتقسمها على 5، يبقى بتحمل على 5 تحميلات متساوية، يبقى 0.8 1.6 من 10 2.4 من 10 3.2 لغاية 4 كيلو. يبقى قسمنا التست لود على 5 مراحل. المفروض ان التجربة بتستمر لغاية ما نحصل على سيتلمنت توتال سيتلمنت 25 ملي او لغاية الفيليور. تمام، من نتائج التجربة دي نقدر نرسم علاقة ما بين الاسترس اللي هو الإجهاد اللي بيؤثر على البليت أو اللي بيؤثر على السويل، الاسترس اللي بيؤثر بيه البليت على السويل، وما بين الهبوط اللي احنا قسناه. يعني نقدر نرسم علاقة اهي ما بين أدا السيتلمنت وأدا كيو اللوبل أو الاسترس اللي أنا بأثر بيه. ده الكيو أو الاسترس اللي احنا بنأثر بيه، الاسترس اللي هو اللود على الأريا. بتلاقي إن عندك مجموعة نقط كده توصل النقط تحصل على منحنى بالشكل ده كده. ده عبارة عن علاقة ما بين ايه؟ ما بين الاسترس وما بين الساتلمنت بالنسبة للبليت. طب لو عندي استرس وساتلمنت، بنقول ان كيو اللو بالنت بتاع السويل هو تقريبا، لان في طرق مختلفة، احد الطرق ان هو بنقول ان هو الاسترس المناظر لهبوط 25 ملي. يعني ما تيجي عند الساتلمنت كده 25 ملي تيمشي افقي لغاية التقاطع مع المنحنى تطلع، القيمة دي هي كيو اللو بالنت بتاع السويل. في بعض من الاحيان زي ما بقولك في طرق مختلفة ممكن نحدد الكيو ألتمت ازاي؟ ان انا لو عندي علاقة ما بين ساتلمنت وده استرس، بس المرة دي المحور الافقي اللي هو بتاع الاسترس هرسمه كاليجو سكيل. اما ترسمه كاليجو سكيل هتلاقي مجموعة نقط كده، هتلاقي بيطلع خطين او خط منكسر زي ما احنا رسمين كده، خطين عند نقطة التقاطع بتاع الخطين دول او نقطة الانكسار بتاع الخط اللي موجود عندنا. دي القيمة دي بنعتبرها هي كيو ألتمت بتاع البليت، كيو ألتمت بتاع السويل اللي تحت البليت. يبقى معنى الكلام ده ان من تجربة البليت لودنج تيست قدرنا نحصل على علاقة ما بين الساتلمنت وما بين الاسترس. يا اما ان انا بعتبر عند الساتلمنت 25 ملي اجيب كيو اللو بالنت، او لو رسمت العلاقة دي كلوج سكيل هقدر اجيب كيو ألتمت بتاع السويل اللي تحت البليت. طيب انا يهمني ايه؟ هل انت عايز كيو ألتمت للسويل اللي تحت البليت، ولا عايز كيو ألتمت للسويل اللي تحت الفوتينج اللي انت بتنفذها في الطبيعة؟ اكيد احنا محتاجين اللي تحت الفوتينج. واحد هيقول هم مختلفين، تعال نفكر كده مع بعض. From the test result, a load settlement relationship should be plotted as shown in the following figures. بالشكل ده كده، وجبنا اما كيو اللو بالنت لو احنا رسمين المنحنى ده، او البديل التاني ان احنا جبنا كيو ألتمت بتاع البليت من نقطة الانكسار اللي موجودة. عندنا حالتين. الحالة الأولانية for cohesive soil. افتكر كده بالنسبة للكوهيزيف سويل، تربة متماسكة كانت فاي بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. في الجداول لما قلنا لو فاي بزيرو هتبقى الـ NC بكام؟ مين فاكر؟ الـ NC لو تتذكر أو ارجع كده للجدول، الـ NC هتلاقيه بخمسة، وإن كيوب واحد، وإن جامع بزيرو. طب لو إن جامع بزيرو يعني الترم بتاع الترم التالت اللي في المعادلة اللي كان فيه جامع 2 وبي ولندا جامع والكلام ده كله هيبقى بزيرو خلاص. لو الترم الثالث في المعادلة ده بزيرو، معنى كده ان البيرين كاباستي اوف سويل
غير معتمدة على الأبعاد. عشان كده بنقول إيه؟ for cohesive soil Q ultimate للفوتينج، Q ultimate للفوتينج هي نفسها Q ultimate بتاع البليت اللي انت حسبها بنام. يعني من التجربة انت جبت Q ultimate بتاع السويل اللي تحت البليت، وهي بتساوي على طول Q ultimate للفوتينج. ده في حالة ايه؟ في حالة cohesive soil، لان البيرنج كاباستي لا يعتمد على عرض الفوتينج ولا عرض البليت، يعني العرض مش داخل معانا في الاعتبار. طيب هل الكلام ده مقصور فقط في حالة الكوهيزن سويل، ولا نقدر نطبقه على الكوهيزن للسويل؟ تعالى كده ارجع تاني فكر. كوهيزن للسويل يعني الفاي لها قيمة، ما دام الفاي لها قيمة اكبر من الزيرو يبقى معنى كده ان الان جاما بقيمة، ان جاما بقيمة يبقى البيرن كاباستي معتمد على العرض. يبقى كل ما تزود، خد بالك، كل ما تزود العرض بتاع الفوتينج البي داخله صراحة في الترم الثالث، فعشان كده كل ما تزود العرض بتاع الفوتينج عن عرض البليت كل ما البيرنج كاباستي يزيد. عشان كده بنقول ايه؟ كيو التيميت فوتينج في حاله الكوهيجن للسويل هي كيو التيميت بليت اللي انت جايبها من هنا مضروبه في عرض الفوتينج على عرض البليت. عرض الفوتينج اللي هو موجود في الموقع مثلا، عرض الفوتينج سي 2 متر ولا ايه على حسب عرض الفوتينج، والبي بتاع البليت اللي هي الويدث بتاع البليت او الدايمتر بتاع البليت. طبعا الدايمتر بتاع البليت اكيد اقل من الايه، من الويدث بتاع الفوتينج، يعني ده معامل ايه، يعتبر معامل تكبير، ان كيو التيميت بتاع البليت اللي انت حسبها من هنا نتيجه ان القاعده في الطبيعه قطرها او عرضها اكبر من العرض او القطر بتاع البليت، يبقى البيرنج كاباستي بتاع الفوتينج بيساوي كيو التيميت بتاع البليت في معامل تكبير اللي هو البي بتاع الفوتينج على البي بتاع البليت. تمام. ناخد بالنا بس من حاجه، احنا قلنا ان العرض او القطر بتاع البليت اصغر من الفوتينج، فدي نقطة فعلا لازم ناخد بالنا منها. بمعنى كده تعالى كده نرسم شكل وخد بالك من الملحوظة دي. دلوقتي لو انا عندي تتابع طبقات stratified soil، يعني طبقة كده عبارة عن stiff clay بعمق معين، وبعدين طبقة تانية soft clay تحتها، لو انت حطيت بليت بقطر مثلا 30 سنتي 40 50 60، ما هو ده الاقطار المتاحه للبليت من 30 ل 60، اما تحط بليت كده وتاثر غالبا مستوى الانهيار اللي بيبقى تحت البليت بشكل ما بيمتد لعمق معين. الشكل اللي احنا رسمينه ده بنقول عليه بريشر بالب، او دايره اللي هي اللي فيها الاستريسز اللي محصور فيها الاستريسز اللي جايه من البليت. نتيجه ان القطر بتاع البليت صغير فالعمق الافكتيف ديبس اللي بياثر هنا هيبقى صغير. طب لما احط فوتينج، ممكن تبقى الفوتينج دي العرض بتاعها 3 متر 4 متر ايا كان، هل البريشر بالب بتاع البليت اللي قطره 30 سنتي هيبقى زي البريشر بالب بتاع الفوتينج اللي قطرها او اللي عرضها 3 متر؟ لا، اكيد ده هيمتد اكتر، يعني مستوى الانهيار كل ما العرض بتاع القاعده ده يزيد كل ما مستوى الانهيار يمتد العمق اكبر. طب لما يمتد العمق اكبر، لو انت عندك طبقه قويه وتحته طبقه ضعيفه، في الحالة دي البيرنج كاباستي هل هيبقى زي البيرنج كاباستي بتاع البليت؟ لا طبعا. فلازم ناخد بالنا الملحوظة اللي احنا كاتبينها، بنقول ان استخدام البليت لودنج تيست المفروض يكون بحذر، مع اعتبار ايه؟ مع اعتبار تتابع طبقات التربة اللي موجودة عندنا، لان العمق اللي متأثر به الإجهادات اسفل البليت صغير جدا عن العمق اللي متأثر به الإجهادات اسفل الفوتينج الحقيقية اللي احنا هننفذها في الموقع. فلو تصادف فعلا في ظروف معينة ان في طبقه قويه وتحته طبقه ضعيفه، البليت مش هيحس غير بالطبقه القويه، لكن لما تيجي تنفذ فوتينج ممكن الفوتينج تتاثر بوجود الطبقه الضعيفه، والبيرنج كاباستي تلاقيه هنا اكيد اقل من البيرنج كاباستي بتاع الايه، البليت اللي قطره صغير. طبعا معنى الكلام ده ان انا لو انا كل ما اكبر القطر بتاع البليت كل ما يديني نتائج اكيد احسن، يعني بدل ما تستخدم بليت قطره 30 لو قدرت تستخدم بليت قطره 60 يبقى احسن عشان يمتد العمق اكبر. لو قدرت اعمل فوتينج في الحقيقه او في الموقع بنفس الابعاد الحقيقيه واحملها كده هيبقى احسن واحسن، بس ده طبعا بيكون مكلف. فده النقطه اللي انا بس حبيت ان انا اقول لك عليها، او ان احنا ناخد بالنا منها، ان احيانا البليت ممكن يدينا نتائج الى حد ما ما تبقاش النتائج دي مظبوطه قوي نتيجه ان في تتابع طبقات من التربه موجود عندنا. دي التجربه اللي احنا بنقول عليها البليت لودنج تيست، ودي اللي بتجرى في الموقع عشان احدد بيها الالتيميت بيرنج كاباستي. الجداول اللي احنا كنا بنتكلم عليه، انا بس هنا حبيت احط لك الجداول عشان تاخد بالك استخدامها ازاي.
يعني احنا كاتبين لك معادله الالتيميت بيرنج كاباسيتي العاديه خالص اللي هي معادله رقم واحد اللي احنا كاتبينها في المحاضرات، وادي قيم فاي وان سي وان كيو وان جاما زي ما قلنا لك. في حاله فاي ب 0 ادي ان سي ب 5 وان كيو ب 1 وان جاما ب 0، وكل ما الفاي بتزيد بقى كل ما القيم بتختلف، فدول ان سي وان كيو وان جاما. ده في حاله اذا كان حمل راسي ممركز وكان سطح الارض افقي. تمام، الشيب فاكتور انت عارفهم، لاندا سي ولاندا كيو بيساوي بعض، 1 زائد 3 من 10 بي على ال، ولاندا جاما 1 ناقص 0.3 بي على ال. ده يعني عشان ما تقعدش تحفظ الكلام ده، فاحنا مدينه لك كداتا. الماكسيمم ديبس بتاع الشير فيلير تحت الشالو فاونديشن اللي هو نسبه دي على بي على حسب قيمه الفاي. في حاله اذا كان الحمل مايل، الانكلينيشن فاكتور اي سي واي كيو واي جاما. الحاله بقى اللي احنا اتكلمنا عليها المحاضره دي اللي هي البيرن كاباسيتي فاكتورز ان سي داش وان كيو داش بالنسبه للستريب فوتينج موجوده نير اسلوب طبقا للكود المصري. ادي الشكل بيوضح ايه، ادي عباره عن ستريب فوتينج عرضها بي كابيتال بتبعد مسافه بي سمول عن ميل، وزاويه الميل دي بيتا، والدي اف اللي هو عمق الاختراق، الدي اف اللي هو الفاونديشن دبس اللي موجود عندنا اللي هو العمق من الجراوند ليفل لغايه الفاونديشن ليفل، وخصائص التربه جاما وسي وفاي. في الحاله اذا كان شالو فاونديشن قريب من ميل بالشكل ده كده، يبقى هنستخدم الجداول دي عشان تحدد منها ايه، عشان تحدد ان سي داش وان كيو داش. الجدول الاولاني ده كله احنا كاتبين فوقه دي اف على بي، بي كابيتال اللي هو الويدث بتاع الفوتينج، والبي سمول اللي هو العبوه المسافه من نهايه الفوتينج لبدايه الميل. النسبه لو دي اف على بي بزيرو وبي على بي بزيرو هتستخدم الجدول ده. يعني كمثال لو عندك بيتا زاوية الميل ولتكن 20 درجة، ادي بيتا 20 درجة، تمام، هتنزل لغاية 20 اهو وبعدين يمشي افقي. ولو عندك فاي ب 30 هتيجي عند فاي كده وانزل رأسي، هتلاقي فيه قيمتين اهو، القيمة الاولانية هي ان سي داش والقيمة التانية هي ان كيو داش. يعني في الحالة دي لو النسب دي متحققة اللي هي دي اف على بي بزيرو وبي على بي بزيرو، وعندي بيتا ب 20 وفاي ب 30، ادي عند 30 نزلت كده بخط راس لغايه 20، يبقى الان سي داش 23.78 والان كيو داش 18.4، ادي ان سي داش وان كيو داش. هتلاقي بقى في جداول هنا مختلفه على حسب القيمه اللي فوق. الجدول الاولاني لو تتذكر كان دي اف على بي بزيرو وبي على بي بزيرو، هنا اصبح دي اف على بي بنص وبي على بي بنص، ده جدول تاني. هنا قيمه ثالثه دي اف على بي بزيرو وبي على بي بنص، وهكذا. فانت بتشوف الجداول دي كلها هي تحديد ان سي داش وان كيو داش في حاله اذا كان الفوتينج قريبه من الميل او على الميل. والجداول دي انت هتستخدمها الجزء الاخير ده لسه هنتكلم عليه في محاضره السيتلمنت. الجداول دي احنا هنستخدمها لتحديد ان سي داش وان كيو داش. ولا تنسى ان جاما داش بتجيبها منين، ان جاما داش بتحدد او بتحدد قيمه الان جاما داش من نفس الجدول بتاع الان جاما، لان الان جاما ما بتختلفش على حسب فاي فقط. لو فاي ب 30 يبقى الان جاما بتاعتك بكام، ب 10، وهي ان جاما داش في حاله اذا كان الميل او الميل اللي موجود عندنا. فدي مجموعه الجداول اللي انت هتستخدمها. وطبعا الجداول دي عشان ما تقعدش تحفظ لا جداول ولا تحفظ معادلات، وبتبقى جيفن بالنسبه لك، يهمنا بس ازاي تقدر تستخدمها. بكده احنا غطينا الموضوعات المختلفه او النقاط المختلفه لحساب البيرنج كاباسيتي اوف سويل. لو تتذكر في اول محاضره احنا كنا بنتكلم بنقول ان الشالو فاونديشن المفروض نقطتين مهمين، ان الاكشوال ستريس لا يزيد عن الالاوبل، الالاوبل اللي احنا بنحسبه بالمعادلات بتاع البيرنج كاباسيتي اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات السابقه دي كلها. والشرط الثاني اللي هو شرط السيتلمنت، ان الهبوط المتوقع لا يزيد عن المسموح به. وعشان كده ان شاء الله من المحاضره القادمه هنبتدي نتكلم على السيتلمنت اوف شالو فاونديشن، او ازاي نقدر نقدر الهبوط المتوقع لاساس سطحي، عشان طبعا الهدف منه ايه، ان احنا نقدر بعد كده نقارن الهبوط ده هل مسموح به ولا لا. فهنكتفي بالجزء ده خلال هذه المحاضره، وان شاء الله نبتدي في المحاضره القادمه في موضوع السيتلمنت اوف شالو فاونديشن. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.